بسم الله الرحمن الرحيم. المادة الدراسية رياضيات، درس ضرب الكسور الاعتيادية للصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. معاكم ميس عبير. نبدأ الدرس كده. أول سؤال بيقول لي اوجد الناتج. رقم واحد ربع في نص. أنا هنا عايزة أضرب يا سنة خمسة الربع في نص، فببدأ أضرب البسط لوحده وبعدين أضرب المقام لوحده، يعني أقول بسط في بسط ومقام في مقام. واحد في واحد بواحد، أربعة في اتنين بتمانية، يبقى ناتج ضرب الربع في نص طلع تمن. سؤال رقم اتنين، تلت في خمسين. أبدأ أضرب البسط لوحده والمقام لوحده، يعني بسط في بسط ومقام في مقام. واحد في اتنين باتنين، تلاتة في خمسة خمستاشر، يبقى الناتج اتنين على خمستاشر. السؤال رقم تلاتة، ربع في تلات أسباع. أبدأ أضرب واحد في تلاتة، تلاتة أربعة في سبعة بتمانية وعشرين. برافو عليكو. السؤال رقم أربعة، خمسة على التسعة بتساوي تلاتة على الخمسة. أنا هنا سنة خمسة قبل ما أضرب بصيت لقيت عندي رقم موجود في البسط شبهه في المقام، مين؟ الخمسة، تروح مع بعض. لما ألاقي رقم فوق شبهه تحت يطيروا مع بعض. يتبقى عندي فوق في البسط تلاتة وتحت في المقام تسعة. التلاتة على التسعة دي سنة خمسة ممشيش واسيبها كده، لازم تتبسط. طب تتبسط في جدول كام؟ في جدول تلاتة. تلاتة على التلاتة تديني واحد، وتسعة على التلاتة تديني تلاتة، يبقى ناتج ضرب خمسة على التسعة في تلاتة على خمسة تلت. ممكن يجيلي ايه كمان؟ ممكن يجيلي اكمل اول واحدة. السؤال رقم واحد، تلت الربع. ال دي سنة خمسة يعني في، يبقى ضرب كسرين بالظبط زي ما خدنا في اللي فاتت، تلت في ربع. وابدأ اضرب بسط في بسط ومقام في مقام، واحد في واحد بواحد وتلاتة في اربعة باتناشر. السؤال رقم اتنين، خمس النص. ال دي يعني في، وابدأ اضرب واحد في واحد بواحد وخمسة في اتنين بعشرة. سؤال رقم تلاتة، نص السدس. ال يعني في، وابدأ اضرب واحد في واحد بواحد واتنين في ستة باتناشر. سؤال رقم اربعة، تلات ارباع الستة اسباع. ال يعني في، وقبل ما اضرب يا سنة خمسة انا بصيت لقيت الستة والاربعة دول اتقابلوا في جدول مع بعض، يبقى بسطتهم الاول قبل ما اضرب. الستة والاربعة دول اتقابلوا في جدول اتنين، يعني اقدر اجي عند الستة واقول ستة على الاتنين فيها التلاتة واكتب جنبها كده تلاتة، والاربعة دي على الاتنين فيها الاتنين، يبقى انا كده بسطتهم هما الاتنين في جدول اتنين. ابدأ اضرب بقى اللي موجود عندي في البسط واللي موجود عندي في المقام. اللي عندي في البسط تلاتة في تلاتة بتسعة، انا الستة خلاص مش هضربها، انا شاطبة عليها وبقت مكانها تلاتة. المقام عندي اتنين في سبعة باربعتاشر، يبقى الناتج طلع تسعة على اربعتاشر، ويبقى كده انا بسطتها وخلصتها ومش محتاجة تتبسط تاني. ممكن يجيلي تاني ايه سنة خمسة؟ يجي يقولي ربع في كام؟ تبقى تمن. انا هبدأ ابص للبسط لوحده وللمقام لوحده، يعني اسأل نفسي واحد في كام تبقى واحد، واحد في واحد بواحد. برافو. طب اربعة في كام بتمانية؟ اربعة في اتنين بتمانية، يعني ربع في نص بتساوي تمن. السؤال رقم اتنين، خمس في كام تبقى اربعة على خمسة وعشرين؟ انا ابدأ ابص للبسط لوحده وللمقام لوحده، يعني واحد في كام باربعة؟ واحد في اربعة باربعة. خمسة في كام بخمسة وعشرين؟ خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. شاطرين. السؤال رقم تلاتة، نص في كام بتبقى خمسة على التمانية؟ ابص للبسط لوحده وللمقام لوحده، يعني واحد في كام بخمسة؟ واحد في بخمسة بخمسة. المقام اتنين في كام بتمانية؟ اتنين في اربعة بتمانية. السؤال رقم اربعة، تلات اربع في كام تديني ستة على عشرين؟ ابص للبسط لوحده وللمقام لوحده، تلاتة في كام بستة؟ تلاتة في اتنين بستة. المقام اربعة في كام بعشرين؟ اربعة في خمسة بعشرين. طب ممكن يجيلي ايه كمان يا سنة خمسة؟ ممكن يجيلي كده مسألة لفظية يقولي فصل بالصف الخامس الابتدائي به خمسين تلميذ، فاذا كان عدد الاولاد يمثل تلات اخماس من عدد الفصل كله،
اوجد عدد الاولاد وعدد البنات. امشي واحدة واحدة كده، سنة خمسة انا عايز اجيب الاول كده عدد الاولاد. طب عدد الاولاد دي اجيبها ازاي؟ هو بيقول لي ان عدد الاولاد 3/5 الفصل كله، يعني 3/5 الخمسين. طب الال دي قلنا ان هي في، يعني انا كده عايز اضرب 3/5 في الخمسين. طب 3/5 في الخمسين اضربها ازاي؟ انا عندي الخمسين والخمسة يتبسطوا مع بعض، 50 على 5 10، يعني بقى عندي في المسألة 3 في 10 ب30، يبقى كده عندي عدد الاولاد 30 تلميذ. طيب انا كده جبت عدد الولاد، هعرف اجيب عدد البنات؟ اه طبعا، عدد البنات بيبقى انا عندي عدد الفصل كله 50 ناقص عدد الولاد 30 يديني عدد البنات 20 تلميذة.